ونحن اليوم نسقى من غبوق، وبعد الليل عيد واصطباح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مشاهدين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجنا نساء أحمديات. في هذا البرنامج معي الأخت دعاء والأخت نور، ضيفات البرنامج الدائمات. ونبقى الآن مع الفقرة الأولى التي نخصصها كالمعتاد للحديث عن سيرة أم المؤمنين رضي الله عنها. أختي دعاء، حياة المرأة الأم مليئة بالمفاجآت، وهي تشعر بالمسؤولية تجاه أبنائها وحاجاتهم، لذلك تعطي نفسها العذر أحيانا إذا ما أخرت الصلاة عن موعدها لتلبية حاجة للطفل. ماذا علمتنا أم المؤمنين رضي الله عنها بهذا الصدد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هناك قصة عن إحدى السيدات التي زارت مرة حضرة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت هذه السيدة مع مولودتها الصغيرة، فانتظرت هذه السيدة حتى أكملت حضرة أم المؤمنين الصلاة، ومن ثم توجهت أم المؤمنين للحاضرات. كان هناك يعني بعض النساء كنا قد زرناها، فسألتهن عما إذا كنا قد أدينا صلاتهن، فاعتذرت هذه السيدة وقالت أن طفلتها قد بللت ملابسها، فيعني ستنتظر حتى تذهب للبيت يعني تعتني بها ومن ثم تصلي. فانتهزت حضرة أم المؤمنين هذه الفرصة لتنبه الأخوات حول أهمية الصلاة، فقالت لهن بكل حكمة: لا تتركن الصلاة متخذين أطفالكن ذريعة فيصبح أطفالكن سببا لغضب الله تعالى، في حين أنهم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فبهذه الطريقة الموجزة يعني وجهتهن حضرة أم المؤمنين يعني لتقدير يعني أن ينظروا لكل موقف ويقدروا الموقف. يعني هل لم تقل لهن مثلا إذا كان لنفرض جرح الطفل لا سمح الله أو وكان ينزف يعني أن تترك الطفل ينزف وتذهب للصلاة؟ لا، يعني بل يعني تضع في عينها بأن الصلاة هي الأولى في كل المواقف إلا في يعني اللحظات الحرجة طبعا. فيعني بهذه الطريقة نبهتهن لأهمية الصلاة وأدائها على في وقتها، حتى وإن كان لديهن أطفال وكنا منشغلات يعني في أمورهن. جزاك الله. أختي نور، هل من إضافة في هذا الموضوع؟ نعم، الإشارة هنا إلى أن حضرة أم المؤمنين رضي الله عنها لم تكن تؤدي صلواتها بعاطفة ومحبة فحسب، بل كانت تذكر نساء الأسرة بأن وقت الصلاة قد حان، من باب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا روت المرحومة صاحب زادة بيغم أن حضرة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تتوضأ وتستعد للصلاة قبل الأذان، وحينما تسمع صوت الأذان تقول: أنا سأقوم للصلاة، هي يعني عليكن النهوض، عليكم عزومي، قوموا صلوا لأداء صلاتكن. أيضا هذه إحدى الطرق التي كانت فيها حضرة أم المؤمنين تقدم فيها المشورة للفتيات. أيضا من ناحية أخرى كانت رضي الله عنها تراقب وتهتم بصلاة أفراد أسرتها، بناتها، أطفالهن، وزوجات أولادها، وكانت مواظبة جدا على صلاة التهجد، وكثيرا ما تنصح أفراد أسرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أن يسيروا على خطاه. ما شاء الله. أختي دعاء، واضح تماما من خلال هذه الوقائع تعلق حضرة أم المؤمنين الشديد بالصلاة ومراعاتها لأدق التفاصيل لتصل صلاتها حدود كمالها. ماذا عن علاقتها بالقرآن الكريم؟ نعم، قد كان حبها للقرآن الكريم كبير جدا، يعني وهذا مما نسمعه من الروايات التي تتلى عنها، فيقال أنها كانت تعتاد على تلاوة قراءة القرآن يوميا، وحتى عندما ضعف بصرها كانت تطلب من الأخوات الأخريات أن يقرأنا على ما سمعها، وهي كانت تستمع لهن. ذكرت مرة إحدى الأخوات أنها حضرة أم المؤمنين طلبت من إحدى السيدات أن تقرأ عليها سورة ياسين،
فارتدعت قليلا هذه الأخت، لأن عادة سورة ياسين تقرأ عندما يعني يكون يحين الأجل. يحين الأجل بالضبط. فقالت لحضرة أم المؤمنين أنه لا ينبغي أن ينظر لهذه الصورة بهذه الطريقة، بل هي يعني مسكن للألم. فيعني عندما يسمعها الإنسان في حالة مرض أو يعني المرض أو يعني عندما يعاني، فإنها تهدئ من روعه وتساعده. فيعني تذكر أيضا حضرة نواب مباركة بيغم ابنتها بأنها ذات مرة أم المؤمنين أصيبت بألم شديد في عينها، وفي ذلك اليوم كان يردد حضرة المسيح الموعود عليه السلام أمامها سورة ياسين مرتين أو ثلاث مرات وهي كانت تستمع لها. نعم أختي، وماذا أيضا؟ نعم، قبل وفاة حضرتها بأيام كانت أم المؤمنين تطلب من أفراد الأسرة تلاوة القرآن الكريم لها. روى الدكتور المرحوم صاحب زادة ميرزا منور أحمد الذي كان أيضا حفيد حضرة أم المؤمنين أنه خلال الأيام الأخيرة من مرضها كانت تطلب من أحد أفراد العائلة تلاوة القرآن الكريم لها، وقال إنه حتى في اليوم الذي وافتها فيه المنية وعندما ذهب لإعطائها الحقنة طلبت منه أن يجلب لها القرآن الكريم، فقال لها دعيني أن أعطيك الحقنة أولا ثم أجلبه لك، فأومأت برأسها موافقة. ثم قام ميرس محمود صاحب ابن حضرة مير إسحاق صاحب رضي الله عنه بتلاوة القرآن الكريم لها. حتى قبل ساعة من وفاتها طلبت أن يقرأ عليها من القرآن الكريم، فقرأ لها من مير محمود صاحب أيضا. يعني رغبت حضرة أم المؤمنين بشوق في غرس حب القرآن الكريم في قلوب الآخرين، لدرجة أنها كانت غالبا ما تهدي العروس ليلة زفافها نسخة من القرآن الكريم. أحلى هدي، أفضل هدي. صحيح. نعم، يعني كم هي رائعة هذه التعليم والتوجيهات التي نأخذها عن حضرتها، ونحاول أن نتربى نحن عليها، نربي أبناءنا عليها، ونربي أخواتنا نساء وبنات الجماعة على هذه العادات المباركة الطيبة. يقترب الآن الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. طبعا قراءة القرآن خلال شهر رمضان المبارك يعني هي عادة عند الكثيرين، يقومون بذلك ويفرحون لختم القرآن الكريم، ولكن خلال السنة أحيانا يتناسى البعض، يعني فلماذا لا نكرس كل يوم ربع ساعة ربع ساعة قبل النوم قراءة قرآن كريم يوميا؟ فكم هي رائعة هذه العادة، إن شاء الله نواظب عليها. انتهينا من هذه الفقرة. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفقرة الأولى في هذه الحلقة. إني أنا البستان، بستان الهدى. مشاهدينا الكرام، في هذه الفقرة سنسلط بعض الضوء على نصائح وتوجيهات حضرة أمير المؤمنين أيده الله بنصره العزيز للمسلمات الأحمديات. بداية أختي منال، عندما يصبح الأطفال شبابا يشتكي الأهل أن أولادهم لا يهتمون بحضور الصلاة وفي المسجد، فما السبب وما الحل الذي وضحه حضرته؟ نعم، لقد وضح حضرة مولانا أمير المؤمنين أن يعني كثيرين يقولون إن الأولاد ليسوا معتادين على حضور المسجد ويفسدون، فإنما علاجهم أن تعودوهم على أداء حق الله، وهو لا يتم إلا بحضور المسجد من الطفولة، منذ الطفولة. ذكر المصلح الموعود أن تربية الطفل وتشكل صفاته تتم في معظمها في السنوات ما بين 4 إلى 5 سنوات من حياة الطفل، وهذا ما يؤكده علماء النفس التربوي اليوم مرارا وتكرارا، وهذا هو سر التربية. فإذا أدرك الأولاد منذ الصغر أن الصلاة مهمة جدا ولا يبقى المسلم مسلما بدونها، فهذه العادة تترسخ في الشباب ولا يشكو الآباء عدم حضورهم في المسجد. وإلا فإن الثمار الفاسدة التي تظهر في فترة الشباب تكون بذورها قد زرعت في السنوات الأولى القليلة من الطفولة. يعني كيف يتوقع من هذا الشاب أو الذي لم يتعود على الصلاة في طفولته أن يأتي فجأة، أو أننا يعني كنا نهمل هذا الموضوع وفجأة وهم شباب نريدهم معنا إلى جانبنا كآباء، يعني يكونون معنا في المسجد. يعني لا ينبغي بك أن تتوقع هذا أيها الأب،
لأنك لم تزرع تلك البذرة منذ الطفولة ولم تعود هذا الولد. صحيح. يعني هذه الأمور يجب أن يعتاد عليها. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. أي يعني التزموا يوميا، حثهم. أيضا يجب على الآباء أن يكونوا هم قدوة لأبنائهم ويستمروا وليس نعم صحيح. وليس أن يجلس هو في البيت أو هو منشغل وأريدك أن تكون هيك. نعم جزاك الله. نعم. أختي منال، أختي دعاء، كيف للصلاة جماعة أثناء النزهة أو الرحلة أن تكون سببا للتبليغ بالإضافة إلى التربية؟ نعم، قد ذكر حضرة أم المؤمنين ناصحا يعني أبناء الجماعة بأنهم أنكم إذا خرجتم في رحلة للنزهة أو كان هناك برنامج ترفيهي فعلى أفراد العائلة كلهم أن يؤدوا الصلاة جماعة بجانب للاستمتاع في النزهة. أما أنا، يقول أم المؤمنين، فقد لاحظت وأخبرني بعض الأحمديين أن الزوج والزوجة مع الأولاد عندما يصلون جماعة في مكان النزهة ينتبه إليهم من حولهم من الناس وينظرون إليهم، ومن ثم تنفتح السبل للتبليغ ويحدث التعارف. ويقول حضرته أيضا بأن عادة يظن الناس الماديون بأنه لا يصلي إلا من هم متشددون. نعم. فهكذا إذا رأونكم يعني رأوا أشخاص مثلنا مثلهم يعني يؤدون جميعهم الصلاة، الكبير والصغير والإناث والرجال يصلون بخشوع، فيعني يتأثرون من هذا المشهد. وهكذا أيضا تنفتح لنا أبواب التبليغ. يعني أخوة عديدون ذكروا لحضرة أم المؤمنين بأنهم عندما قاموا بالصلاة جماعة توجه إليهم جميع من المارين يعني الذين رأوهم ليستفسروا ما هذا تصلون، كيف تفعلون، يعني وهكذا تعرفوا على الإسلام وعلى الجماعة. نعم، كما قلت أنهم يعني الناس المتشددون فقط أنهم لا يخرجون، لا يستمتعون بأوقاتهم، فقط هم يصلون أو يعني يأخذون فكرة سيئة. نعم صحيح. وليس عسر، بالعكس. نعم صحيح. ضبط وصلي في حتى يعني حتى لو لم يعني يكن من المتيسر أن يخرجوا من السيارة مثلا ويصلوا في مكان في الطبيعة، إذا كان ذلك يعني فجيد ممتاز، لكن أثناء السفر كم من المرات نصلي في داخل السيارة. نعم صحيح. يعني يروا أنه يمكن أيضا أن نتنزه ونستمتع، وإلى جانب ذلك أن نكون ملتزمين ونصلي ولا نقصر في عباداتنا. يعني نعم. هذا ليس شيء مستحيل. نعم صحيح. جزاك الله أختي دعاء. أختي منال، تحدث حضرته عن أهمية ألا يشعر المسلم الأحمدي بدونية أبدا بسبب إيمانه وعبادته ولا يخجل من إظهارها أمام الآخرين. وضحي لنا ذلك من فضلك. نعم، لقد قال حضرته ينبغي ألا يصاب صغارنا ولا كبارنا بعقدة الدنيا أبدا. إننا ندعي أننا نحن الذين سنحدث الثورة الدينية والروحانية في العالم، ولكن من المحال أن يحدث هذه الثورة إلا الذين هم أسمى من أي نوع من عقدة الدنيا، ويحدثون الثورة الدينية والروحانية في أنفسهم قبل غيرهم طبعا. والحق أن الثورة الدينية والروحانية لا تقع بدون أداء حق العبادة، وإن أهم شيء لأداء حق العبادة هو الصلاة. فحافظوا على صلواتكم، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والمراد من المحافظة على الصلوات المواظبة عليها ومراقبتها كي لا تضيع. نعم جزاك الله أختي. أختي دعاء، ما المقصود بالصلاة الوسطى التي ذكرت في الآية قبل قليل؟ نعم، طبعا هذه الصلاة هي التي يحين وقتها يعني خلال مشاغلنا، أو مثلا في وقت يصعب أن نؤديها به في وسط النهار يعني مثلا. ليس فقط في وسط النهار، نعم، وقت الانشغال، وقت العمل، وقت يعني الدراسة، أو عندما نكون منهمكين في عمل معين. وهي تختلف من شخص إلى آخر يعني. طبعا كل شخص يكون يعني، وأيضا نفس الشخص ممكن أنت تكون كل يوم مثلا تكون في وقت معين. نعم صحيح. أو في أوقات معينة عندما ينشغل فيها ويصعب عليه أدائها في وقتها. فيقول حضرته أن مثل هذه الصلاة هي لابد من المحافظة عليها، وإن التكاسل في أداء الصلوات يخرج الإنسان من زمرة المطيعين، ولذلك ينبه الله تعالى هنا إلى المحافظة على أداء الصلوات، ولا سيما التي يقصر المرء في أدائها كسلا من نفسه أو انشغالا بمشاغل الدنيا، أو يؤديها ولكن لا يؤديها كما هو حقها. طبعا لأن البعض يؤدوها باستعجال ودون تركيز، فهم بذلك لا يؤدون حق الصلاة.
فهذه هي الصلاة الوسطى والتي يجب خصيصا المحافظة على أدائها في وقتها يعني دون تأخير. جزاك الله أختي. ما أهمية أداء الصلاة بالخشوع حسب ما بين حضرته أيده الله بنصره العزيز؟ طبعا إن الله تعالى يأمرنا وقوموا لله قانتين، أي قوموا أمام الله تعالى مطيعين، أي صلوا بكامل التركيز والخشوع بحيث لا تغزو أذهانكم الأفكار المادية والأهواء، بل يجب أن تصلوا واضعين في الحسبان أنكم ماثلون أمام الله الذي لا بد لكم من طاعة أوامره. فإذا صليتم هكذا فمثل هذه الصلوات ستحفظكم وتنهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي وتملأ بيوتكم بالبركات. أساسا نحن نعرف ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. ماذا تعني كلمة عقلت؟ يعني اللحظات التي كنت فيها مركز في الصلاة وخاشع فيها. ويقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: إنما نصيحتي لجماعتي ألا يصلوا الصلوات خالية من الخشوع والتلذذ، بل عليهم أن يسعوا للتركيز فيها حتى يجدوا فيها متعة وسرورا. ثم يقول عليه السلام، يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واعلموا أن الصلاة تنهى عن المساوئ والمنكرات، ولكن لا كل صلاة ولا كل مصل، إذ لا يمكن أن يرتدع كل مصل عن السيئات، إنما يرتدع عنها ذلك المصلي الذي يصلح نفسه، أو إنما تصلح الصلاة ذلك المصلي الذي يؤديها بكل طاعة، آخذا في الحسبان أن الله تعالى يرى كل حركة وسكنة من سكناته، وأنه ماثل أمام الله الذي يرى كل ما يفعل. إن مثل هذه الصلوات التي تتم بكل طاعة هي التي تحفظ الإنسان وتحميه من المنكرات، وإن البيوت التي تؤدى فيها مثل هذه الصلوات تمتاز عن غيرها تماما، يعني ويلاحظ أن ذلك الإنسان هو متقي وتلك متقية، ويعني الواحد يتوجه إليهم ويطلب منهم دعاء. طبعا يعني أحيانا الواحد يرى فلان وعلان يدخل المسجد ويتوقع أنه ما شاء الله كلهم، لكن طبعا يعني يختلف الناس وتتفاوت. الله أعلم، الله أعلم بالنوايا والنفوس، لكن يعني على أمل أن يهدينا الله جميعا إن شاء الله. إن شاء الله، آمين. أختي دعاء، لقد عاد حضرته في خطبته مرارا وأكد على ضرورة الاهتمام بالصلاة وحذر من إهمال ذلك، ماذا قال حضرته في هذا الصدد؟ قد ذكر حضرة أمير المؤمنين هذا الموضوع يعني مرات عديدة، وقال أن هناك حاجة ماسة لأن يحاسب كل واحد منا نفسه. فأيضا قال أن المقيمين في هذه البلاد، يقصد البلاد الأوروبية، لا يهتمون بصلواتهم يعني كما يجب بسبب مشاغلهم أو بحجة مشاغلهم الدنيوية. يقول: لا شك أن أهل المدن في العالم الثالث لا يختلف حالهم كثيرا عن أهل هذه البلدان، غير أن هناك عددا لا بأس به منهم يهتمون بأداء الصلاة صلوات في المسجد. ويقول أيضا: إن التكاسل في الصلوات موجود في أبناء الجماعة، مع أنني أنا وأيضا الخلفاء من قبلي يعني طالما نذكر وننبه أبناء الجماعة بعدم القيام بذلك، يعني يقصد بالتكاسل والتهاون بأدائها في وقتها. ويقول: الحمد لله لقد أتانا الله عز وجل الآن نعمة قناة الـMTA، ويصل الآن صوت الخليفة لجميع العالم. بالضبط، يعني لا يوجد حجة لأحد يقول لا أعرف لم أسمع، يعني هذه التذكيرات تعاد، يعني خطبة الجمعة تعاد عدة مرات كل خطبة، وهناك اقتباسات أيضا تعاد بشكل دائم. الاقتباسات يعني مهمة، وجمع الأمور التي ينبهنا إليها حضرة أمير المؤمنين. فيقول على جميع الأحمدين أن يسمعوا لهذه النصائح ويلتزموا بالعمل بحسبها. نعم، أيضا في إحدى الخطب الماضية لأمير المؤمنين أكد على أهمية هذا الموضوع، أن على المسلم الأحمدي أن لا يترك الصلاة، وخاصة أن في هذه الأوقات أن صلاة الفجر أيضا يتكاسل الناس وفي الذهاب إلى المسجد والصلاة في وقتها. فيقول أن الإنسان إذا أراد أن يفعل أي شيء فإنه يعني يجابه أي صعوبة من أجل تحقيق الهدف الذي يريده. فلما لا تكون في الصلاة. نعم في الصلاة، لما لا تكون أيضا في الصلاة تحمل عقبة. نعم.
نسأل الله أن يهدي الجميع، آمين يا رب العالمين. آمين. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. إني أنا البستان، بستان الهدى. مشاهدينا الكرام، وصلنا للفقرة الثالثة من هذه الحلقة والتي فيها نتناول قصة أخت مبايعة. معنا اليوم الأخت سارة الشريقي الإدريسي، وهي أخت مغربية تسكن في كندا. قد بايعت منذ حوالي 5 سنوات، صححيني أخت سارة إن أخطأت. دعونا نتعرف اليوم على قصة بيعتها. السلام عليكم أخت سارة. السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف الأحوال؟ الحمد لله أنا بخير. الحمد لله، شكرا على أن قبلتي أن نستضيفك اليوم معنا لتحدثينا عن قصة بيعتك. فهل نبدأ أولا حدثينا قليلا عن كيف كان الجانب الروحاني من حياتك قبل أن بايعتي؟ أنا ولدت يعني في عائلة مسلمة، بس كان عندنا يعني يعني ما بدنا نكون طرف في أي جماعة، لأنه كان في جو في العالم العربي إنه الجماعات كلهم لابد ما يكون لهم يعني أهداف سياسية ولا أهداف يعني مش كويسة. فكنا يعني مسلمين محافظين بنصلي، يعني أمي الحمد لله علمتني يعني كيف نصلي يعني من عمر صغير، وكنا نصلي بس ما كنت محتجبة. كنت أدرس، وعائلتي يعني كانوا يعني مخلينا يعني الاختيار يعني أتحجب ولا ما أتحجب. وبعدين رحت على فرنسا، فيعني فضلت يعني محافظة على صلاتي ومحافظة على مجموعة من المبادئ الإسلامية التي تعلمتها يعني، وهذا ساعدني في حياتي في فرنسا، وساعدني يعني أكون محمية من مجموعة من الأشياء السلبية الموجودة في المجتمعات الغربية. فبس يعني كان الحمد لله، بس ما كنت مقتنعة يعني، ما كنت روحانية كثير يعني. كنت بصلي طول الوقت وبدعي طول الوقت، وعندي يعني علاقة مع ربي الحمد لله كانت كويسة، بس ما كنت ألمس الجانب يعني الروحاني اللي يعني لما أصلي ما كنت أحس إنه ياس الله موجود قدامي، ولا أنا يعني على اتصال به طول الوقت. كنت أحس لما أدعو ممكن إنه ما يستجيب يعني. بس بعد الأحمدية يعني هذا الإحساس تغير، بس قبل الأحمدية كنت أحس أنه ممكن يستجيب، ممكن لا، ممكن يسمعني، ممكن لا. فهذا هو الإحساس اللي كان عندي بصفة عامة. نعم. طيب أختي، يعني متى علمتي بأن الإمام المهدي قد ظهر؟ كيف علمتي؟ في الحقيقة أنا لم أسمع في حياتي عن وجود أن الإمام المهدي قد ظهر. أنا كنت شديدة القراءة يعني عندما كنت صغيرة، لأن أمي معلمة في الابتدائي وكانت تحضر كتب كثيرة للبيت، كتب دينية. بس المشكلة هو أن هذه الكتب كانت موجودة يعني في السوق، يعني لا رقيب عليها، فلا نعلم إن كان موجود في هذه الكتب صحيح أم لا. بس كنت أقرأها كثير، وكنت أقرأ كثير على نهاية علامات الساعة وظهور المهدي، فكنت عارفة يعني هذا الأحاديث ملمة بها. فلما في يوم من الأيام كنت طالبة في جامعة في فرنسا، وأحد الطلبة كان أحمدي، كان باكستاني أحمدي، وكنا جالسين يعني مغاربة عرب وهذا الباكستاني، فكانوا يمدحون في باكستان ويقولون أنتم البلد الوحيد الذي لم يقبل بإسرائيل كبلد، ونحن نفتخر به وكذا وكذا. فقال لهم باكستان ليست بلدا يعني يجب الافتخار بها، لأن لها كذلك مساوئها. فقالوا في النهاية أن لما سيظهر المسيح كل هذه الأشياء سوف يعني تتصلح، وسيصلح الدنيا، والأمة الإسلامية ستصبح راقية وكذا وكذا. فقال لهم: من قال لكم أن المسيح يعني عيسى بن مريم سيظهر من جديد؟ عيسى بن مريم مات، يعني والمهدي قد ظهر. قال فقط عيسى بن مريم مات، فالكل يعني تفاجأ، كلنا تفاجأنا فيه، كيف تقول ذلك؟ فقال بعد ذلك: أنا أحمدي، وأنا لم أسمع من قبل بالأحمدية، فلم أدري ما ذلك. أما الآخرون فقد سمعوا بها، ويعني بدأوا منذ البداية بالنظر إليه نظرة يعني سلبية.
فبعد ذلك، بعد هذا الموقف، هذه كانت أول مرة أعلم بأن أحدا يقول أن عيسى قد مات، عيسى عليه السلام. يعني هل تذكري في تلك اللحظة؟ نعم. آسف على المقاطعة، ولكن لأن هذا يعني الموضوع لنقل جوهري، مشاعرك كيف كانت في تلك اللحظة عندما يأتي شخص ويقول لك بأن كل ما كنت تعتقدين حتى اليوم يعني أنه يؤمن بعكس ذلك، أن يعني يوجد فكرة عكس ذلك، وأن المسيح قد توفي، سيظهر مسيح آخر، كيف كانت مشاعرك في يعني تلك اللحظة؟ كانت صدمة، لأن الكل ينتظر في المسيح. هذه الحقيقة المرة، أن العرب جميعا يقولون أن الحل لمشاكلهم، جميع المشاكل السياسية الاجتماعية المالية كلها في يد المسيح عندما سيأتي، فالكل ينتظر، نحن في حالة انتظار. وأنا كنت في تلك، كنت أنظر إلى الأمة الإنسانية، كنت أحس بالحزن عليها، وكنت أقول أن عيسى لما يأتي سوف يصلح الأمر. عندما قال ذلك تفاجأت وكانت صدمة، لكني لم أنتبه إليها يعني كثيرا. قلت أن هذا الإنسان ربما أحد اللعب بعقله، ولا يعني هو تائه، ولا يعني ضايع، يعني ما عنده الحقيقة في عقله. بس اليوم التالي لما كل الطلبة الآخرين أتوا لي وقالوا أن هذا الإنسان كافر، فصدمت. لماذا كافر؟ قالوا كافر لأن الجماعة الإحمادية كافرة، ونحن نراها في التلفاز وبحثنا عنها في الأنترنت ويقولون أنها كافرة. فأنا يعني حسست بالظلم، لأن هذا الإنسان لا يجب أن نقول عنه كافر. أولا لأنني كنت ألاحظ على أن هذا الإنسان الأحمدي كان مواظب على صلواته، كان مواظب على الذهاب إلى المسجد في فرنسا، كان شديد الاحترام، أكثر احتراما من الطلبة الآخرين المسلمين. يعني كان شديد الاحترام، يعني هناك مبادئ في حياته ترى، يعني نعم. على يعني في تحركاته وفي تصرفاته، أخلاقه يعني تشهد له. نعم نعم نعم, نعم. فيعني أحسست بأن هذا ظلما، فقلت لهم حسنا، أنا هم قطعوا علاقتهم معه، لكنني قلت لا يمكن أن أقطع علاقتي مع إنسان لم يفعل لي شيئا، سواء لو كان كافرا او مسلما، او ربما هو تائه وفي يوم من الايام سوف اقول له الحقيقه. ويعني وفضلت على علاقه، يعني اتحدث مع هذا الانسان واساله اسئله واطرح الاحاديث التي كنت اعلمها يعني بالعربيه. بس يعني للاسف كان هذا الطالب لا يعلم اللغه العربيه، فلا يمكن له ان يشرح لي يعني بالدقه يعني ما معنى هذا الحديث وما معنى ذلك. وفضلت يعني مده سنتين على هذا الحال. يعني كنت تسألينه أم كنت تبحثي؟ نعم؟ يعني هل كنت تبحثي في نفس الوقت من مصادر أخرى؟ كنت، لكن لم أكن أبحث بجدية، كنت مشغولة بدراستي، وبس كنت أبحث يعني مرة في الأنترنت، مرة أسأل الناس. بس كل الناس اللي كنت أسألهم، حتى إمام جامع يعني إمام مسجد في فرنسا، يعني ذهبت إليه وقلت له هل يمكن أن تدلني على هذه الجماعة؟ لم يكن أعلم ما هذه الجماعة. قال هل هؤلاء صوفيين؟ قلت لا، ليسوا صوفيين، هم أحمديون. وقال حسنا سأبحث لك. فبحث ووجد أوراق في الأنترنت، طبعها لي وأحضرها لي، وكانت نفس الأوراق التي وجدتها، يعني لم يقم ببحث عميق. الأوراق تقول الأحمديون كفار، والأحمديون يحثون على تناول المخدرات، والأحمديون يعني أشياء يعني ليست عقلانية. وكنت قلت لو أن أعلم أن هناك إنسان أحمدي، يعني أعرفه جيدا، أعرف عائلته، أعرف أنه يصوم يصلي، يعني مسلم بجميع معاني الكلمة، فكيف يكون أنه يحث على المخدرات؟ وللأسف هذا يعني معلومات من شيخ، يعني من شيخ إمام مسجد، يعني يحضر لك معلومات كهذه بدون أن يتفحص الأمر، بدون أن محزن. يتحقق. نعم. هذا لم يكن الإمام، يعني حتى الإمام قال لي الإمام شيخ يعني مسن لا علم له بشيء، هو فقط يعني يقوم بإقامة الصلاة وبيعني يعني يأم الناس في الصلاة. وكان هذا يعني طالب في ذلك المسجد، وكانت له لحية طويلة، وكان يعني معروف عنه بالصلاح. فقال لي أنا سأبحث لك. بس لو أحضر لي معلومة. وفي الأخير لما يعني بدأت وأتحدث معه، قال لي أرجو أن تبتعدي عن هذه الجماعة، ولم يعطيني جوابا شافيا. وأمي كذلك علمت بأنني أبحث عن هذه الجماعة، فيعني خافت علي، يعني كانت أمي في المغرب وبقت تبحث كذلك، وهناك كتب في المغرب موجودة فيها الجماعات الإسلامية، ولكن المعلومات الموجودة في هذه الكتب مغلوطة، يعني عن جماعة قاديانية، يعني أشياء غير صحيحة. يعني بعد مرور هذه السنتين من البحث يعني غير شافي، في نهاية المطاف تعرفت على المربي، مربي الجماعة الأحمدية في فرنسا، السيد ناصر شاهد. نعم.
يعني كان هذا أول خطوة لي في طريق في درب يعني الأسئلة الأجوبة شافي. المريحة يعني نعم، الأجوبة الصعبة يعني التي الأجوبة تشبه لي. الحقيقية حول الجماعة. نعم نعم، فكان يعني كنت أحس بأنني ضيعت سنتين من عمري من غير أن يعني أذهب إلى الباب الصحيح، وهذه ربما رسالة لجميع الناس الذين يسمعون عن الأحمدية، الأحسن أن يذهبوا يتحدثوا نعم مع صحيح. الأحمديين الحقيقيين صحيح. ولا يبحثوا في الإنترنت، وفي يعني على الأقل أن يطرحوا أسئلتهم على هؤلاء الناس ويروا الأجوبة، إن كانت أجوبة يعني صالحة لهم هذا جيد، إن كانوا يعني على الأقل سيذهبوا إلى المصدر. صحيح. فيعني طرحت أسئلتي، ولكن يعني ليس من أول مرة يعني اقتنعت، فكان على مدة شهور يعني تعرفت على هذا المربي في شهر غشت أغسطس 2010، ولم أبايع حتى شهر فبراير 2011، يعني شهور من يعني الذهاب كل مرة إلى المسجد، وكنت أذهب إلى هذا المسجد فقط لأرى يعني كيف يصلون، هل يصلون في القبلة، ماذا يقولون. كنت يعني أحضر جلسات للنساء لجنة إماء الله وأرى ماذا يفعلون، حتى ولم يكن لم أكن مبايعة كنت أرى يعني في كل مرة أذهب أحس بنفسي يعني أتقرب إلى الله، يعني أحس بأن فراغ داخلي روحاني كان يمتلئ، كنت أحس بذكر الله. هؤلاء الناس كيف يكونوا كفارا وهم يدعون إلى أن تصلي بطريقة يعني تقربك من الله، على أن يعني تتذكر الله بطريقة يعني أقرب إليه. فكان إحساس جميل، وكان يعني هذا من بين يعني أول خطوات لي يعني البيعة. في طريق الروحانية. طيب أختي، هل تذكري يعني في أي مرحلة خلص قررتي بأنني أكتفي الآن من البحث، ويعني أني مقتنعة بأن هذا هو الإمام المهدي وأن هذه الجماعة على حق؟ هل تذكري تلك اللحظات؟ يعني ما الشيء الذي خلص يعني جذبك أكثر وأقنعك لنقل لكي بالضبط يعني لتبايعي؟ هو في الحقيقة يعني مرت كل هذه الشهور، ثم في شهر يعني كان لي علاقة مع أصدقائي، بس أصدقائي كانوا يعني كانوا خايفين من هذه الجماعة فعلا، كانوا يقولون إذا ابتعدت عن الإسلام الوسط، إذا ذهبت للأحمدية ستبتعدين عن الإسلام الصحيح، فتكونين في يعني غصن من ولن تكوني في الجذع الرئيسي للشجرة، ستكونين في غصن من الأغصان، وهذا الغصن سيكون ضعيف ولن تكوني على الحقيقة. وكان هذا الشيء يعني في بعض الأحيان يجعلني أتراجع، لكن الشيء الذي جعلني يعني كنت اقتنعت عقليا، بس قلبي لم يكن مقتنع، عقلي مقتنع بجميع الأجوبة. يعني أخذت وقت طويل للاقتناع، لأن كل المعلومات التي كنت أعلمها من قلب عن جميع عن مجموعة من الأشياء في الإسلام كانت مغلوطة، فكان يجب تصحيحها أولا، وبعد ذلك اقتنعت، لكن قلبي كان خائفا بعض الشيء من المبايعة. فبعد ذلك كان السبيل الوحيد هو صلاة الاستخارة، فقمت بصلاة الاستخارة كل يوم في شهر يناير، وفي في أواخر شهر يناير بدأت بصلاة الاستخارة. فبعد ذلك رأيت حلم أو حلمين يعني جعلوني أقتنع بأن هذه الجماعة الصحيحة. وهذه الأحلام يعني الحلم الذي رأيته هو أنني كنت تائها، وكنت في سيارة مع ناس، وهؤلاء الناس كانوا يشبهون المربي وزوجته وأولاده، وكنا في طريق، ثم بعد ذلك جاء فيضان كبير، لكن هذا الفيضان لم يلمسنا، يعني لم يلمس أحدا منا، يعني كنا ذاهبين في هذه الطريق وأكملنا في طريقنا، ثم بعد ذلك هؤلاء الناس تاهوا عني. فعندما كنت أبحث عنهم ظهر لي مجموعة من الناس لابسين بياض، وكانوا كأن مرافق يعني كانوا ملائكة مرافقين لهم، وكانوا هذه الملائكة يسدون يعني البصر يعني من الأرض إلى السماء. كنت أحس أن في عقلي كانوا يقولوا لي أن هؤلاء الملائكة، وكانوا كلهم لابسين بياض، وكانوا هؤلاء الناس يتحدثون، كانوا أربعة أو خمسة، وكانوا يتحدثون عن القرآن الكريم، يناقشون أحدا من الآيات، وكنت أعلم في حلمي يعني أن هؤلاء أحمديين، وقلت في نفسي أنا لا لست أحمدية، لكنني سأسألهم أين هؤلاء الناس، ربما يدلوني. فعندما سألت وفي داخلي كنت أقول أنا لست مقتنعة بهم لكنني سأسألهم، ولكن بعد أن جاوبوني يعني قالوا لي اقرأي هذه الآية وستجدين هؤلاء الناس. وإنما يعني قرأت في نفسي قلت سأقرأها وترى إن كانوا على حق،
وإنما يعني وثقت بهم لثانية فقط، وبدأت بقراءة تلك الآية، هؤلاء الناس الذين كنت أبحث عنهم حضروا، يعني وجدتهم بسرعة. فتيقنت في داخلي في ذلك الحلم أنني على الحق، وأن على أنني بوثوقي بالأحمدية على أنني على الحق وسأجد الطريق الصحيح. فهكذا يعني اقتنعت، واليوم التالي بيات الحمد لله. الحمد لله. طب أختي هل بعجالة، هل يمكن أن تخبرينا عن التغييرات التي حصلت لديك روحانيا وأخلاقيا منذ البيعة؟ هل تشعري بتغييرات معينة؟ يعني بعجالة، أعلم أنني طولت يعني لا لا مشكلة، فقط لأن الوقت الحلقة الفقرة محدد. نعم، ولكن تفضلي. أوكي. يعني قبل ذلك لم أكن محتجبة، فبدأت يعني أعلم ما معنى الحجاب. يعني حتى ولو كنت يعني مزدادة في عائلة مسلمة، لم أكن يعني أعلم ما معنى الحجاب، يعني ما معنى أن البنت تحتجب، ويعني وتضع ما حكمته. فبفضل الأحمدية بدأت أتعرف على الحكم وراء جميع الأحكام الإسلامية. بدأت أصلي بطريقة يعني منتظمة، وأقوم بالنوافل. قبل ذلك كان ذلك ثقيلا على قلبي أن أقوم بالنوافل والتهجد وهذا، فالآن أصبح ذلك قريبا إلى قلبي. وعندما أصلي يعني أحس بأن الله قريب مني وسيستجيب لي، يعني وهذا الإيقان لم يكن لدي من قبل ذلك. يعني أصبح لدي ثقة أكثر بالدعاء، وثقة أكثر بأن الله سبحانه وتعالى يضع امتحانات في حياتنا، ويجب أن نثق به لكي يعني نتجاوز هذه الامتحانات، وان لا يعني نتوه. بعض الاحيان يعني تقع لنا مشاكل فنتوه ونبدا نبكي ونفقد الثقه، لكن الاحمديه بفضل الله سبحانه وتعالى يعني جعلتني اثق في الله سبحانه وتعالى اكثر. الحمد لله. اختي اخيرا، هل من صعوبات واجهتيها بعد البيعه من الاصدقاء، العائله، المعارف؟ انت ذكرتي شيئا. هناك اصدقاء يعني كانوا معي من المغرب، يعني ذهبوا معي الى فرنسا، فعندما بدات هذه التغييرات في وبدات اضع الحجاب هذا، لم يقتنعوا كثيرا، وكانت افكارهم ان الحجاب للزمن القديم ليس للزمن الحالي، ونحن الان في زمن العصرنه، ولا يجب علينا ان نتبع ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه. فكانت هذه أفكار مغلوطة، فابتعدوا عني شيئا فشيئا، ولكن لا أدري ما هو السبب الحقيقي. هل بسبب أنه لم يعد لدي وقت للذهاب معهم أينما يريدون، أو لا أدري. بس هناك يعني من الأصدقاء كان هذا الجانب، بس الحمد لله والدي منذ الصغر لم يجبروني على شيء، وكانوا دائما منفتحين يعني جميع الاختيارات التي نقوم بها، وقالوا لي حسنا اخترتي هذا. نحن كنا يعني خائفين عليك يعني ان يكونوا جماعه ارهابيه ولا جماعه في لها هدف سياسي، بس لو انت حاسه انه جماعه دينيه وخد قلبك من الله يعني، فيعني لم يعارضوني، بس لم يقتنعوا بالاحمديه بعد. وانا في طريق يعني في طور التحدث اليهم واقناعهم يعني، وقالوا لي يعني انت كان عندك وقت انك تقرين عن هذه الجماعه وتقتنعين، اعطينا وقت. فهذا هو يعني الحمد لله، من طرف العائله لم يكن هناك اي مشاكل. نعم الحمد لله. وأيضا قد يعني بين المسيح الموعود عليه السلام وقال بأنهم يعني بعد البيعة يجب أن يتوقع الإنسان يعني معارضات، امتحانات يعني سيمر بها، وإن شاء الله يعني عليه أن يثبت، وإن شاء الله ربنا يساعده ويصبره إن شاء الله. جزاكم الله أحسن الجزاء أختي على مشاركتنا بهذه القصة الشيقة، وثبتنا الله وإياك على الحق، وشكرا جزيلا. آمين. والسلام عليكم. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن اليوم نسقى من غبوق، وبعد الليل عيد واصطباح.